صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تشرع مقاطعة إنتاجات الدول الكافرة ولو لم يأمر بذلك ولي الأمر؟ لا، ما يقاطع إلا إذا صدر من ولي الأمر قرار بمقاطعة دولة من الدول، حينئذ تقاطع. أما الأفراد فلا تجدي مقاطعتهم. أنت إذا ما شريت فيه عشرات الآلاف التي يشرون وأنت بضار الكفار، فما في مقاطعة إلا بصدور قرار من ولي الأمر. نعم.